الخنفساء الحشرة المدرعة. برغم العدد الهائل في أنواع الحشرات، تبقى الخنافس صاحبة التنوع الأكبر بلا منازع، حيث يوجد الشي والتنقيب. ولها أجزاء فمية قادمة، حيث تتغذى على مجموعة كبيرة من أنواع الطعام. تعتبر بعض أنواع الخنافس حشرات ضارة، تتسبب بتلف المحاصيل الزراعية، لكن البعض للخنافس أشكال متنوعة، وكثيراً ما يكون لها ألوان الجواهر الثمينة. فهناك الدعسوق المرقطة ذات الألوان الزاهية. سنقوم الآن بصنع هذه الدعسوقة بفن طي الورق. انتبهوا جيداً. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي زوايا النموذج الأربع طية صغيرة نحو الداخل. نطوي النموذج مناصفة على طول القطر. نرسم خطاً عمودياً يصل بين منتصف القطر وبين منتصف الضلع العلوي كما يظهر لكم في الشكل. وعلى طول هذا الخط نطوي طرف النموذج الأيسر نحو الجهة اليمنى. ثم نرسم خطاً أفقياً كما يظهر لكم في الشكل. وعلى طول هذا الخط نطوي طرف النموذج السفلي نحو الأعلى. نرسم خطاً مائلاً صغيراً في الزاوية العلوية اليسرى للنموذج كما يظهر لكم في الشكل. ومن هذا الخط نطوي الرأس نحو الأسفل ثم نعيده، ثم نطويه طية عكسية نحو الداخل. نرسم خطاً مائلاً صغيراً في الزاوية السفلية اليمنى للنموذج كما يظهر لكم في الشكل. ومن هذا الخط نطوي الرأس نحو الأعلى ثم نعيده، ثم نطويه طية عكسية نحو الداخل. نرسم خطاً صغيراً في الزاوية السفلية اليسرى للنموذج كما يظهر لكم في الشكل. ومن هذا الخط نطوي الرأس نحو الأعلى، ثم نرسم خطاً موازياً للخط السابق. وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف طية أخرى. نقلب النموذج، وهكذا تتشكل لدينا هذه الدعسوقة الورقية الجميلة. وسنقوم مرة أخرى بإعادة الخطوات كاملة، ركزوا انتباهكم. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي زوايا النموذج الأربع طية صغيرة نحو الداخل. نطوي النموذج مناصفة على طول القطر. نرسم خطاً عمودياً يصل بين منتصف القطر وبين منتصف الضلع العلوي كما يظهر لكم في الشكل. وعلى طول هذا الخط نطوي طرف النموذج الأيسر نحو الجهة اليمنى. ثم نرسم خطاً أفقياً كما يظهر لكم في الشكل.
وعلى طول هذا الخط نطوي طرف النموذج السفلي نحو الأعلى. نرسم خطاً مائلاً صغيراً في الزاوية العلوية اليسرى للنموذج كما يظهر لكم في الشكل، ومن هذا الخط نطوي الرأس نحو الأسفل ثم نعيده، ثم نطويه طية عكسية نحو الداخل. نرسم خطاً مائلاً صغيراً في الزاوية السفلية اليمنى للنموذج كما يظهر لكم في الشكل، ومن هذا الخط نطوي الرأس نحو الأعلى ثم نعيده، ثم نطويه طية عكسية نحو الداخل. نرسم خطاً صغيراً في الزاوية السفلية اليسرى للنموذج كما يظهر لكم في الشكل، ومن هذا الخط نطوي الرأس نحو الأعلى، ثم نرسم خطاً موازياً للخط السابق، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف طية أخرى. نقلب النموذج، وهكذا تتشكل لدينا هذه الدعسوقة الورقية الجميلة. تتفاوت الخنافس في أحجامها، ولعل أكبر أنواعها الخنفساء طويلة. إن هذا العمل الشاق المذهل لفت انتباه الفراعنة منذ آلاف السنين، فأصبحت خنفساء الروث رمزاً عظيماً مقدساً عندهم. وعندما يموت أحد الفراعنة يحنط ويوضع مكان قلبه مجسمها الذي يعتبر ضمانة أكيدة على أن قلب الفرعون لن يضل طريقه بعد الموت. ومن أشهر أنواع السيارات وأكثرها شعبية في العالم سيارة الخنفساء، صممها المهندس الألماني فرديناند بورشيه عام 1934 لتصبح بعد ذلك أسطورة حقيقية حتى بعد مرور عشرات السنين على إنتاجها. سنقوم الآن بصنع هذه الخنفساء بفن طي الورق، انتبهوا جيداً. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي النموذج مناصفة على طول القطر. نرسم خطاً أفقياً يصل بين منتصف وتر المثلث وبين منتصف الضلع المقابل له، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف السفلي للنموذج نحو الأعلى، ثم نرسم خطاً عمودياً كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف الأيمن للنموذج نحو الجهة اليسرى ليستقيم الشكل. نرسم منصفاً للمثلث الأيسر من النموذج كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف العلوي نحو الأسفل، ثم نكرر العملية على المثلث الأيمن. نطوي الرأس الأيسر السفلي والرأس الأيمن العلوي المتقابلين نحو المركز،
نرسم خطاً موازياً لطرف النموذج الأيسر كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الرأس الأيسر نحو الجهة اليسرى، ثم نكرر العملية على المثلث الأيمن. نطوي طرفي الطبقة الخارجية للنموذج نحو الخارج. نرسم خطاً مائلاً في الرأس العلوي للنموذج كما يظهر لكم في الشكل، ومن هذا الخط نطوي رأس النموذج الأعلى نحو الأسفل، ثم نرسم خطاً موازياً لخط الطي السابق، ثم نطوي الرأس طية صغيرة نحو الأعلى ليستقيم الشكل. نقلب النموذج، وهكذا تتشكل لدينا هذه الخنفساء الورقية الجميلة. وسنقوم مرة أخرى بإعادة الخطوات كاملة، ركزوا انتباهكم. نحضر ورقة مربعة الشكل ونستعد للعمل. نطوي النموذج مناصفة على طول القطر. نرسم خطاً أفقياً يصل بين منتصف وتر المثلث وبين منتصف الضلع المقابل له، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف السفلي للنموذج نحو الأعلى، ثم نرسم خطاً عمودياً كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف الأيمن للنموذج نحو الجهة اليسرى ليستقيم الشكل. نرسم منصفاً للمثلث الأيسر من النموذج كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الطرف العلوي نحو الأسفل، ثم نكرر العملية على المثلث الأيمن. نطوي الرأس الأيسر السفلي والرأس الأيمن العلوي المتقابلين نحو المركز. نرسم خطاً موازياً لطرف النموذج الأيسر كما يظهر لكم في الشكل، وعلى طول هذا الخط نطوي الرأس الأيسر نحو الجهة اليسرى، ثم نكرر العملية على المثلث الأيمن. نطوي طرفي الطبقة الخارجية للنموذج نحو الخارج. نرسم خطاً مائلاً في الرأس العلوي للنموذج كما يظهر لكم في الشكل، ومن هذا الخط نطوي رأس النموذج الأعلى نحو الأسفل، ثم نرسم خطاً موازياً لخط الطي السابق، ثم نطوي الرأس طية صغيرة نحو الأعلى ليستقيم الشكل. نقلب النموذج، وهكذا تتشكل لدينا هذه الخنفساء الورقية الجميلة.